مساكم سعيد يا رب. يا هلا والله غلا، ما بين العام والسنة، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تخطيط الصحيح ومشينا بتأسيس صحيح، اللهم لك الحمد. هذه النتيجة، شوف كيف قوة الترمينالية وقوة التشجير. وبعض المناطق جاية على الري المخفي، هنا ما في حوض، ري مخفي، وهنا أيضا ري مخفي للنخيل، الورود فقط والتشجير اللي يأخذينه نقاطات. الصورة اللهم لك الحمد مرضية، طلعت أفضل من تصميمنا له، اللهم لك الحمد. فبدينا بالمشروع هنا اللهم لك الحمد، عصف ذهني بالموقع، لأنه كان الموقع يحتاج ترميم، يحتاج إزالة بعض النخل ونقل بعض الأشجار، فأخذناه عصف ذهني فترة طويلة. بعدها اللهم لك الحمد صممناه، بدينا حنا وياكم بالهارد سكيب والبنية التحتية والسوفت سكيب، بعدها دخلنا على اللاند سكيب. اللهم لك الحمد، شوفوا كيف الصورة صايرة. طبعا بعض التشجير وبعض الصور تكون جميلة جدا، لكن تبي شوية ترتيبات، شوية عناية. مثل عندنا هنا المدرج الوايتكس بالأعلى، الدادونيا، النحاسية، الزهور، البفتة. هنا في قوة نمو الآن، يعني لو قلمنا النحاسية هنا على تقليم تبرز نص متر من الدادونيا، يبرز نص متر من الوايتكس، كيف بتكون؟ لكن اللهم لك الحمد النمو جدا قوي ومرضي، والصورة العامة اللهم لك الحمد مثل ما تشوفون. خلونا ندخل نشوف بعض التشجيرات اللي سويناها. هنا بالموقع طبعا الارض ما هي بارض فاضيه، ارض فيها عناصر ثابته، في موقع الشاليه، في عندي مسطحات خضراء، في عندي بوابتين متقابلات، الطريق لازم يجي من سنتر او من نص الحديقه. فكيف اطلع بصوره جماليه اربط جميع العناصر هذه بحيث انه ما يتشوه عندي المكان، وتكون ايضا خدميه، ما في اي اعاقه ولا في اي تكلف. بشوفها احنا وياكم، اعطيكم الفكره. شفنا الصوره اللي تو كيف الممرات جايه، طبعا هنا خلفي بوابه مثل ما شفتوا تو، ومن الامام هناك بوابه ملاصقه للطريق. هنا موقع، كان موقع الشاليه، كان مثل ما شفنا بالصوره اللي قبل، كان واقف الشاليه او مبني الشاليه كبناء اساسي. عندنا هنا ايضا الحديقه، بيت الشعر والجسات الشتوية، حدائق صحراوية جاية بالموقع هنا. فالبوابة عندي عدال، وبوابة عندي بالخلف، لازم الطريق يجي مع السنتر هنا أو من عند النص، فربطناه بالمشيات هنا بلاطات، بحيث أنها تمر عند السيارات الخفيفة ما تتأثر إطلالة الشاليه على الحديقة، وبصورة جمالية مثل ما تشوفون عندي هنا. فلو كان هنا كملنا الطريق من هناك وربطناه بالبوابة من هنا، راح تطلع مشوهة من صفة الحديقة، سوينا فيها البلاطات هذه مع الإنارة الليلية، إطلالته على الجلسة الشتوية صارت حكاية. تصميم وتنسيق الأماكن اللي يكون فيها عناصر ثابتة كبنيان، مثل ما شفنا بالصورة هذه هنا، كان البنيان أصعب من الأماكن اللي تكون مفتوحة أو لسه بكر ولا فيها بنيان أو فيها إسقاطات. هنا يدخل عندك العصف الذهني اللي لازم تزور الموقع أكثر من مرة، أكثر من مرتين، لين ما تطلع بصورة أنك تربط العناصر الثابتة هذه مع بعض
بتصميم يكون جميل. نشوف الذهب هنا، هذه والله لا ذهب لا الماس لا ياقوت لا حجارا كريمة، ما شاء الله تبارك الرحمن يزين النبات، لعطاك قوته بالتزهير وقوته بالنمو، يعطيك صورة الجمالية. ما في شجرة نقول أجمل من الشجرة، كل الأشجار جميلة لكن إذا نسقتها وحطيتها بالمكان الصحيح. من نفس الزاوية شوف كيف ربطنا الحديقة مع بعض. الحديقة غنية غنية اللهم لك الحمد بالتشجير وبأنواع التشجير، ومعطيك صورة من فتحة. شوف كيف المشيات والطريق كيف ربطناه مع بعض. الشاية طالعة اللهم لك الحمد، خادمة الموقع بصورة جدا جمالية، مضيفة للمكان جمال رغم انه احتياج. ما شاء الله ناخذ احنا وياكم جولة. الزيتونة كيف صايرة معبية الفراغة عندنا هنا، تحفة فنية. إضاءة وحوض أسسنا له قبل، مناهل وعبرات تسليك للماء وللإنارة صارت بالصورة. الليل دايم هدوء وسكون، فالإضاءة لازم تكون مدروسة بحيث أن منيرة المكان من غير أي إزعاج. على العناصر الثابتة، على النخيل من أسفل الأعلى، وفي إضاءة عامة منورة المكان كامل بدون أي إزعاج. كيف فكرة المروش؟ أبي رأيكم. وهذه جلسة الرضا، راضين تماما اللهم لك الحمد عن تنفيذنا بالشغل. كيف الصورة اللي وصلنا له؟ تحس فيه ولا لا صار الشيء، كل الشغل هذا من تصميمك وتنفيذك، وعارف بالبدايات والخطوات الأساسية وين راحت شبكات الري، وين راحت خطوط الإنارة، وكنت تعاند إلا أبي الحوض بالطريقة هذه كذا، أبي نوع الشجرة الفلانية، المنطقة هذه تكون مثلا صحراوية، هذه لازم تكون ثيل، فتطلع الصورة بالنتيجة هذه اللهم لك الحمد تكون مرضية، تحس إن فيه ولا بالمكان. الله يبارك يا رب. جلسة مودر فاتحة على الحديقة، هنشوف وين فاتحة هنا. طبعا الجلسة هذه تكون مع الاتجاه هذا، مع من جوا من الجنب، لكن كيف التشجير عليها بالورود، بعض الازهار العطرية صايرة بالمكان، فواحة ما شاء الله جميلة جدا. الافكار اللي تكون شوي جريئة لكن اللهم لك الحمد نجحت 100%، الصورة تحكي، هذا اللي يقولون الصورة تحكي. التنوع بالحديقة جميل جدا، يعني احتاج منطقة صحراوية، احتاج منطقة خضراء، احتاج سياجات، كل هذه لازم انها تربط بروح واحدة. هنا مثل ما تشوفون ربطنا كيف المنطقة الصحراوية، خلاص عاد الحين تبدأ تشتغل. الله يبارك لهم على هالمشاية وطلالته مسطح الأخضر مع الشاليه. وقمرة شهر 10
تبي تزين التعاليل وتزين شبة النار على هالإطلالة المسطحات الخضراء. بروح واحدة مشت معنا الحديقة اللهم لك الحمد، على روح واحدة مثل ما تشوفون هنا السياج الكنة، النخل وأحواض النخل ما له أي تشوه، حوض النخل على المنطقة الصحراوية كأنه طبيعية، يعني ما فيه كأنها حوض وتجمع ماء، فجاية عنصر أو نخلة طبيعية كأنها صحراوية. ما شاء الله.